ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال أن تجعل لله نداً وهو خلقك. انظروا إلى كلام النبي عليه الصلاة والسلام، قال ماذا؟ وهو خلقك، تجعل له ند وهو خلقك. إذا آمنت بأن الله هو الخالق كيف تجعل له ند؟ جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عندما سأل النبي عليه الصلاة والسلام، سأل الرسول قال أي الذنب أعظم؟ سؤال مهم جدا، يقول أي الذنب أعظم عند الله سبحانه وتعالى؟ ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. انظروا إلى كلام النبي عليه الصلاة والسلام، قال ماذا؟ وهو خلقك، تجعل له ند وهو خلقك. إذا آمنت بأن الله هو الخالق كيف تجعل له ند؟ فهذا لا شك أنه بيان واضح. قال قلت ثم أي، ثم ذكر وأن تقتل ولدك تخاف أن يطعم معك، وأيضا قال ثم أي، قال أن تزاني حليلة جارك في هذا الحديث، لكنه بدأ بالأمر الخطير وهو ما يتعلق بالشرك. كل هذا يدل على أن الشرك أعظم الذنوب، وإن كان الشرك أعظم الذنوب فإنه يجب على الجميع سواء طلبة علم أو ممن تعلم وعلم وعرف أن ينتبه لهذا الأمر وأن يجاهد نفسه أولا، وكذلك من يعول بتحقيق التوحيد والعناية به عناية كبيرة وتكرار ذلك الآيات المتعلقة بالتوحيد، وكذلك أيضا المسائل المتعلقة بالتوحيد يجب عليك أن دائما تكرر حتى الصغار مع بداية الكلام، عود من ربك من نبيك ما دينك، هذه مهمة جدا، هذه هي على الفطرة.